2517 مبنى سكنيا مهددا بالانهيار في العراق. هي إحصائية رسمية صادمة تكشف عنها شرقية نيوز وفقا لبيانات من الدفاع المدني العراقي، أغلبها بنايات أنشئت بطريقة البناء العمودي لكنها لم تخضع للمواصفات القياسية العراقية والعالمية، وبعضها الآخر متهالك قديم لم تجرى له صيانة منذ عشرات السنين، وهي تتوزع بين مباني تجارية ومجمعات سكنية. هو تحذير يطلقه مسؤولون ومهندسون في مجال العمارة والتخطيط العمراني من أخطار كارثية قد تلحق بآلاف المباني في العراق، الذي يعد من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية والتأثيرات الحياتية الجانبية الأخرى. ففي العام 2022 فقط شهد العراق انهيار أكثر من 6 بنايات لأسباب مختلفة، وبعضها من دون أسباب سوى لأنها أنشئت بطريقة هندسية خاطئة ولم تخضع للرقابة. هذا الجدول مشاهدينا يظهر أبرز المباني المنهارة في العراق خلال العام الماضي وأسبابها والضحايا التي خلفتها. كما تلاحظون على هذا الجدول اسم المبنى والمدينة والضحايا والأسباب: انهيار منزل في السليمانية خلف 15 ضحية، والسبب كان انفجار خزان وقود. انهيار بناية تجارية في بغداد الوزيرية والتي خلفت 10 ضحايا، والسبب كان اندلاع حريق. انهيار مزارة القطارة في كربلاء والتي خلفت 7 ضحايا، والسبب كان تشبع التربة بالرطوبة. مشاهدين انهيار مطعم في بغداد الجهدرية والذي خلف 4 ضحايا، والسبب كان انفجار مجهول. انهيار المختبر الوطني في بغداد الكرادة والذي خلف 4 ضحايا، والسبب كان فساد وغش في البناء. انهيار سكن طلابي في دهوك خلف 4 ضحايا، والسبب كان انفجار منظومة الغاز. تتصاعد التحذيرات في العراق من وجود مباني قديمة ومتهالكة، بعضها سكنية وأخرى تجارية، وقليل منها تراثية في مناطق بغداد القديمة كالأعظمية والكاظمية وشارع الرشيد ومناطق الكرخ القديمة، لم تشهد أي صيانة، وتهددها التقلبات المناخية المتزايدة لا سيما موجات الأمطار الغزيرة والسيول والرياح العاتية. وعلى الرغم من تصنيف العراق كمنطقة تقع على خط زلزالي نشط لا سيما على الحدود مع إيران وتركيا، لأن أغلب مباني لا تزال تشيد بطريقة عشوائية ولا تخضع في مجملها لضوابط السلامة والمواصفات القياسية العالمية ومعايير الحماية من الزلازل والكوارث الأخرى الناجمة عن الظواهر التي تخلفها التغيرات المناخية.